الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هذا يحيى فاسي؟ فاسي بيدي فاسي؟ ها؟ يا أبو يحيى. يعني جهود فردية وجودة إخراج وجودة عمل من أبناء بلغازي وأهل بلغازي لهذا العمل الذين أتحفونا حقيقة. أنا أول مرة أدخل لكن حقيقة شيء يبهج النفس. جزاهم الله خير باسمي واسم رواد المنطقة الجنوبية من عسير ومن محايل عسير ومن رجال ألمع ومن بيشة ومن سرات عبيدة جاءوا واخترنا هذا المكان ليكون مقر زيارتهم ليروا شيء جديد وجهد ذاتي رائع جدا جدا. فجزاهم الله خير ووفقهم الله وحياكم الله وأهلا وسهلا. ومعاكم الإخوة المسؤولين عن المتحف. والله شرفتونا يعني وما يشرفنا ويعز المقام اللي جيتم فيه لحد الآن. فأنتم صراحة حياكم الله جميعا وأعذرونا على يعني تقصير ولا ودنا نقوم لكم بواجب يعني واجبكم كبير. واجبكم قايم صراحة ولكن واجبكم قايم. حياكم الله جميعا وأرحم نحييكم في تراثيات متحف تراثيات بلغازي بمحافظة عبيدة بقرية عربون. والمتحف هذا صراحة قام على أساس الأستاذة فاطمة الله يقومها لنا بالسلامة الآن ضياع وتوصيلها كرسالة لأولادنا وأحفادنا حنا وأنتم جميعا صراحة. حتى هذا فيه كثير من أهمتني تخص المنطقة كلها وليس يعني محافظة العيدابي فقط، يخص المنطقة الجنوبية من عسير إلى جنوب المملكة. صراحة شيء الحمد لله جهود فردية وحاولنا أن نضم الجميع وحياكم الله. لحم السكان وموقع موابه هو قريب للمسجد هنا وقاعد صلاة دورات مياه الله يكرمنا وياكم من الحاجات المطلوبة. هذه كلها عظيمة اللي توقف هنا العراقي على كبرها كذا لكن ما شاء الله توقف جمال ما تعرف تلعبها هذه على شنو حقناها مع الجاي حقنا مع الخالة ولا عن عمنا كلها من هاتهم من زمان وقمنا الجمعة وحفظها بس لأس المجموعة المنطقة دي كلها سجل عبارة عن سجل زيارات هذه 500 بس إنها عبارة عن جسد ذهب ذهب تراث هذا مصدم يلا يا سيدي هذا 25 جنيه ولا كم؟ 25 جنيه جنيه كم كان؟ هذا جزاكم الله خير والله ما يشكر الجميع. أحيي الله الجميع في هذا الموقع ونكرر الترحيب إصرارا وتكرارا. ثانيا جمعنا هنا تحت لواء الكشافة وتحت مظلة الجميع وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ما ذللته لنا حكومتنا الرشيدة من يسر في كل المجالات نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وندعو الله لهذه الدولة بالاستمرار والتمكين وألا تضام من أي جهة أخرى.
المجتمع على أبواب النهاية. المكتب يستضيف اللقاء يكون هو مخول في البرنامج اللي يقدمه في المحافظة أو في المنطقة اللي احنا فيها. يعني أنا لما أقول له أعمل لي كده كده خلنا قبل لسمو أمير عسير أو سمو أمير جزاء، ما أفرض على المكتب أنه يعمل.